هنروح لكرة السلة سيدات، بيستعدوا بشكل كويس جدا لبطولة الدوري. يمكن أول بطولة هتقابلهم بطولة القاهرة، هتبتدي 20/9 على ما أتذكر، وبعد كده هيكون دوري المرتبط 15. طبعا بيقود الفريق المدير الفني القدير الكابتن طارق خيري، والحقيقة نجح مع البنات السنة اللي فاتت إنه يأخذ العلامة الكاملة في البطولات، 5 بطولات من 5 بطولات. لعبوا ماتش ودي مع نادي الصيد عشان طبعا الاستعداد، لازم نخش طبعا اكيد الفتره اللي فاتت كان في تدريبات بدنيه وفنيه ومحاضرات وتعاقدات ودعم، فلازم كل ده في الاخر يبقى معانا مباريات وديه عشان نستعد بشكل جيد لبطوله القاهره. بطوله القاهره نفسها في حد ذاتها بتبقى استعداد، عشان طبعا نعرف مزيد من التفاصيل عن استعداد هذا الفريق واللي بيستعد بقوه لموسم ان شاء الله يكون ناجح. معانا كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق السيدات بنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن طارق. حبيبي يا كابتن هيس، اهلا بحضرتك. طمني على الفرقه وطمني على الاعداد وعملت ايه، يعني احنا يمكن اخر لقاء لينا كان من حوالي شهر ونص شهرين بعد الفوز، يعني اسرد لي كده عملت ايه في الشهرين اللي فاتوا وصولا بمرات الوصيد اللي انت لعبتها هذا الاسبوع. والله بص، انا اول مره هتكلم في اكثر من موضوع بالمره كده طالما اتفتح الملف. اتفضل يا كابتن. انا عندي حاجات ايجابيه، عندي قطاع الناشئين، انا مصعب فيه حوالي 8 9 بنات لعبوا معايا منهم 6 ماتش الصيد وادوا اداء جيد، دي من المكاسب. انما انا عندي مشكله من اول السنه، من ساعه ما بدات لحد دلوقتي انا ما معيش رنيم وسرايا والسرعاوي بسبب بطولة 3 على 3. عندي ازمه فتره اعداد، رنيم وحديده بيكو نفس الكلام، 3 على 3 تحت 23 سنه. مهمه قوميه مش عايزين نتكلم، بس دي انا ما اعرفش ليه الاتحاد المصري ما بيفصلش بين البطولتين، اللي يلعب منتخب 5 على 5 ما يلعبش 3 على 3. عامله لي ازمه فتره الاعداد، عامله لي ازمه ان انا عندي اللعيب مهما كان عنده عيوب عنده مميزات وعنده مشاكل، محتاجه فتره الاعداد. انت بتعمل بلان لكل لعيب على مدار الموسم في المستيك بتاعه، انا بعمل له بلان في فتره الاعداد اصلحه له. صحيح. التايمنج بتاع الباصه، واحد فينش بتاعه وحش، واحد التايمنج الشوطه عنده مش عاليه، الدريبل بتاعه، بتقعد تعمل تتعب طول الصيف تتفرج على الماتشات وتطلع المشاكل عشان تعمل لها بلان. انا مش لاقي اللعيبه دي. فبمرن، انا قائمتي لحد دلوقتي 13 لعيب، منهم 5 مش موجودين. احسب بقى، الدوري خلص، منتخب مصر الاول 5 على 5، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، 3 على ما ريحوش وما اتمرنوش معايا. انا داخل على بطوله مهمه، الناس كلها طبعا شايفه ان الاهلي فرقه جامده، كله جاي مستعد للاهلي. عندي دي المشكله اللي مقابلاني مع اصابات. انا جايه لي تمارا نادر، جايه من كاس العالم 19 سنه ديسك في الفقره الخامسه والسادسه، نازله التمرين من اسبوع رسمي، من اسبوع يعني في اول 9 اخر 8. يعني انا فتره الشهرين او الشهر ونص تمارا نادر وبيكو ويارا ورنيم وسرايا وسرعاوي مش معايا. هي دي الازمه. فانا بناش اتحاد السله يفصل البطولتين عن بعض، لازم اللعيب زي المنتخبات الاخرى. تعرف يا كابتن الخطوره فيها يا كابتن، ان هو فجاه بتلاقي لعيب اتصاب اصابه، يعني سوريا اتعرضت لنفس الليفل العالي ده من سنتين وجالها صليبي. فهي المشكله ان عدم راحه اللعيبه دي والحرق في 3 على 3 و5 على 5 ومنتخبات بيبقى حتى ليه يعني تاثير سلبي على سلامه اللاعب نفسه. ادي واحد. اثنين، انا النادي انا موفر عقد للعيب، تمام؟ صح. الازمه بقى 3 على 3، انت بتلعب على نص ملعب، فتره الاعداد بتاعته مختلفه عن فتره الاعداد بتاعتي، انا بلعب فول كورت وما بيتمرنوش، يعني بيتجمعوا على الطياره، فبرضه دي صحيح بالنسبه لي انا ما اعرفش اريحه ولا ما اريحوش. هنبدا نعمل قياسات، قياسات دي متاخره، ادي ده جزء عامل لي انا ازمه، رغم ان الصغيرين مخلي لي الدنيا لطيفه، بس في الاخر انت محتاج الكبار، وخصوصا اللي انت هتشارك في افريقيا. فانا اي وقت الفرقه ناقصه عندي بتاثر معايا انا في حاجه ثانيه مهمه للنادي ومهمه لمصر او مهمه لاتحاد السله. هي دي المشكله. انما اكلمك على عامه بقى بصفه عامه، الحمد لله فتره ده كويسه. هتتفاجئ بمجموعه ولاد صغيرين السنه دي كتير. عندي 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 من الكبار حتى شهيدة خالد بدأ الموسم السنه الثالثه كويس. تمارا نادر الله اكبر عليها. عندي بنتين في ال20 سنه صغيرين، هتشوفهم مفاجاه ليك.
عندي اولاد من 18 سنه مصعد سته لعبوا معايا. يعني السنه دي هتلاقي في قطاع ناشئين البنات السنه دي في ناس ليها دور مش تاديه واجب، لا ممكن يبقى دور مهم. نعم دي المكاسب الفتره اللي فاتت.